الله الله، بسم الله ما شاء الله. كده احلام والكلام. ايه الاخبار؟ هادي معتبر قوي. انا قصدي ايه الاخبار التعمير؟ لو الاخبار اللي عندك حلوة زي ليك حلاوة كبيرة قوي. أنا أخباري زي الفل. وأنا بلغت الأفنديات بتوع مصر بأخبار البضاعة اللي عندكم. هما مستنين يعني يشوفوا عينة عشان يشوفوا البضاعة يعني إن كانت كويسة ولا مضروبة. ضربة في قلبك وفي قلبهم.
مضروبه كيف يعني؟ مضروبه انا قصدي يعني البضاعه تكون اصلي، اصلي على حق ربنا، اصلي زي التعميره اللي بتشربوه. اسمع يا انت، البكا على راس الميت، ولا اقول لك ما عندناش بضاعه؟ عارف لما كنتش في بيتنا كنا نعرف نرد عليك. فوق فوق، شوف بتتحدث مع مين. بالراحه كده، العمليه مش قفش، وبعدين فنديات بيحبوا يعني يشتغلوا على ميه بيضة مش عمياني، لازم يشوفوا البضاعه ويدرسوها ويشوفوها ويشوفوها من زمن ايه عشان يعرفوا يقدروا ثمنها بالظبط. اسمع يا دي انت، ما عندناش بضاعه تطلع بره الناتج، واحنا اللي نحددوا ثمنها، واللي هنحددوه هناخده، وحقك محفوظ زي ما قلت لك. ايه يا حاج عماره، ما تلحق. الله، شوف الحاج اسماعيل زعلان ليه؟ انت اللي كانك ما معيش بتقول ايه؟ حاجتين اللي عاوزين نتوكدوا منها. ايه؟ بيشتروا من شيوخ منصور؟ احنا اولاد منصور، ولا ايك ناسي؟ لا 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 لا، لا ناسي ولا حاجه، لا حقكم عليا. خلاص، يبقى انا اديكم فرصه اسبوعين ثلاثه لحد ما تجهزوا نفسكم، وفلوس الافنديات جاهزه، سلم واستلم، وما تنسوش العمولة بتاعتي تظبطوها. يا دي عبيط انت، يا عبيط انت، احنا لسه بنقوله بسم الله الرحمن الرحيم في الشغل مع بعضينا، وحقك محفوظ زي ما قلت لك. اوفوا جهنا في خلاص خلاص خلاص، البركة فيكم برضو. المهم، الغدا بتاعكم فين؟ الغدا يا دي انت هو السلام عليكم يا ابوي. وعليكم السلام يا ابو القاسم. بعد اذنك يا ابوي، كنت عاوز حاجه. حاجه ايه يا ولدي؟ كنت عاوز 30 جنيه عشان يا واد تحوزهم في اللي تحوزهم. انت ولدي العالم، تاخد اللي انت عاوزه من غير ما تقول لي ليه، ولا حتجيب بيهم ايه. ربنا يطول في عمرك يا ابوي. الله يرضى عنيك يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه؟ عملت ايه فيه؟ قلت لابوك؟ ايه قلت له؟ ووافق؟ لا ما وافقش. وما وافقش ليه؟ مش قد المقام ولا ايه؟ يعني انت لو مش قد المقام كنت هتجوزك ليه يا حلاوتهم؟ امال ما وافقش ليه؟ ما رضيش اختي تتجوز من برا الناجع. وهو في حد عندكم في الناجع مقامه في مقام اخوي؟ حلاوتهم، وحياتي اللي جابك، انا عندي شغل كتير، عاوز اكل ونام. هو انا كل ما اتكلم تكدبني كده؟ ما تشوف اخوك ابو القاسم بيعامل مرته كيف، وتعلم منيه. كل عوز برب الفلق، قعدت تنجي عليهم لحد ما اتعركوا مع بعضيهم. واه، هو ابو القاسم ونجات اتعركوا مع بعض؟ شوف البت ولا باين عليها. ايوه، عشان عقله بتعلم منها حاجه. يعني ايه؟ بنت الغفير ده احسن مني؟ لا، وانت احسن منك. يلا يلا، الله يرضى عنك، اعملي لقمه كلها. ماشي، بس اعمل في حسابك ما هتنامش غير لما تقولي ابو القاسم ونجاة اتعركوا ليه. ماشي. ما الحق انام قبل ما تاجي. هي بنت الغفير بتلبس الذهب ده كله؟ ما تبقاش قلبك اسود يا نجاة، عاد ما عاوزاش الذهب ده يا ابو القاسم. يا ستي هدية، حرام يعني الرجل يهدي مرته بهدية. هو انت من ميتة بتجيب لي ذهب من غير مناسبة؟ طب اعمل ايه طه عشان ترضي؟ لو انت جايب لي الذهب ده علشان ارضى عنك يودي الناس. طب ايه قولك؟ اللي هتؤمري بيه انا موافق عليه عشان بس ترضى عني، وان دلوق اللي هتؤمري بيه سمعا وطاعا كمان. اها، شوف يا ابو القاسم، انا عاوزاك تعرف حاجه واحده بس، ان انا في البيت ده بس علشان انت راجلي وانا مرتك. وعاوزاك تعرف حاجه كمان، ان انا بعزك علشان انت حنين علي ومراعين، مش علشان بتجيب لي ذهبات. يعني بتعزيني يا بت؟ واه، ما قلناها مره هنقولها مره تانيه ولا ايه؟ Thank you.
يلا يا بنت. الله حلوه قوي يا نجات. ابو القاسم كان عاوز يجيب لي تاني بس انا قلت له بكفاك اللي جبته لي قبل سابك. ربنا يرزقك يا بنتي ويفرحك ويفرحه. كيفك يا نجات؟ نحمد ربنا يا ابوي. ملك يا راجل. نجات لك قد ايه ما بطلتش رط على سيدني وعلى الست اللي اتجوزها؟ اللي شافها بيقول عنها انها كانت زينه قوي يا ابوي. كانت ليله مغفلجه لما خطت برجليها النجح. لو بعد اللي عمله سيدنا مع ابو العيله يستاجر حد يتكلم؟ ده ابو القاسم بيهر وينكت من كده وما قادرش يتكلم مع سيدنا واصل. اوعك يا نجات تتحددي مع حلاوته ده مهما كان سيدني. واه وانت تحددتي مع حلاوتهم؟ حديد ايه ده يا بوي؟ مين حلاوتهم ده عشان اتكلم معاها في حاجه زي كده؟ والسياده وداد عملوا ايه؟ وما دول برضك يقدروا يعملوا حاجه؟ وبعدين يعني كان هو ايه اللي حصل؟ عالم سو ياكلوا من وكل الراجل ويجيبوا في سيرته. طب ويمين بالله اللي حلقاه بيتلسن على سيدني لم سود عيشته. ها ايه قولك يا فندي؟ الحقيقه انا كنت قاعد لما سيدنا كان بيتكلم مع سعفان في الموضوع. اه وقال ان جمعه بيعرض يعني السعر الطبيعي للقصب، لكن ولاد النجع التاني اللي هم اسمهم بسم الله الرحمن الرحيم ولاد منصور دول عايزين يشتروا باكتر علشان يعملوا مشاكل مع سيدنا. صل على النبي يا فندي. اللهم صل عليك. دلوقتي انت عندك حاجه عاوز تبيعها. تمام. وجاك واحد يشتري منك وقال لك اديك 10 قروش وواحد تاني قال لك اديك 20، تبيعها لمين فيهم؟ وهي اصلا تسوى 10 ولا 20؟ تسوى تعبك وشجاك الشهور الطويله. بص انا بصراحه ما بفهمش في الموضوع ده فمش عايز اقول لك حاجه يعني وفي الاخر تطلع غلط. ما هو انا الود ودي ما بيعش لاولاد منصور، بس لو جمعه وشركاته ركبوا دماغهم وما رضوش يدوني السعر اللي انا طالبه ما قداميش غير اللي عمل ابو العلا، واللي يحصل يحصل. بصراحه انا رايي تسيبك من ابو العلا ده بقى. الشاي يا ام احمد. حاضر جايه. ها وناوي تخلص مع سطوحي متى؟ بكره الصبح جاي عشونا نخلصه معاه. نسيبك ده ما نازليش من زور محجر دماغه ومعوز يبيع زي كل الفلاحين ما باعت. يا سيدي ما هو لو زودناه شويه مش هيحصل حاجه برضه يا صبحي، ده مهما كان خلي العيال يا اخي. ويعني عشان خلي عيالنا بديها على الفلاحين اكده هيطمعوا فينا؟ الشاي يا سي حنفي. لا مؤاخذه صبحي. تسلم يدك يا فردوس. هو صبحي ماله؟ حاطط نجره من نجر سطوحي ليه؟ مالك يا ولية اتجنيت ولا ايه؟ توقف تصمت علينا؟ حنفي يقول لك ايه؟ لو اخويا سطوحي نشف دماغه مش هيبيع لكم القصب وهيروح يبيعه برا النجع، واني ما عاوزاش مشاكل بينه وبين سيدنا عاد. يا ولية هات الشاي، راجل قاعد لحاله برا. هات حنفي. ايوه صبحي نجع. ها انا اتوكل على الله. يا راجل رايح فين؟ اقعد اشرب شاي لو نبقى نشربه في الشونه. ماشي يا صبحي انا يعني جاي وراك. ها عجبك يا ولية؟ اهو الراجل سمع اللي هنقوله جوه ادم. مش اهو ما يكفلك يا ولية، لمي نفسك بدل ما كسر البيت على دماغك. يا ابو احمد افهمني بس اقعد. هو يعني صبحي ده بيشتري من قرايبه ومعارفه بالسعر اللي سنة جمعة حاطه؟ ما هو بيكرمهم هما كمان. وانا اخوي سطوحي غلبان وضيع عمره علي انا واخواتي البنات، ودلوق امي لسه في رقبته. يعني وانا بعمل كل ده عشان خاطر مين يا فردوس؟ ما انا كنت لسه بكلمها عشان خاطر يزود شوي. ما كل ده عشانك وعشان خاطر امك الغلبان؟ الهي ربنا يكرمك يا سي حنفي وما يحرمني منك العمر كله يا رب. على الله بس سطوحي يسون اللي انا بعمله ده وما يروحش يقول لحد انني بشتري منه القصب واعلى من السبب يقول عليه سيدنا. لا من ناحيه دي اطمن انا هبقى اروح واقول له. على الله يطمر يا فردوس. طول عمرك طيب يا سي حنفي، وهو برضك في الاول والاخر خل عيالك. خد اشرب الشاي قبل ما يبرد. تسلم يدك يا ام احمد. بالهنا والشفا. ايه يا نسيت الراجل ده خالص. ليلى ده كان عاوز ايه ده؟ ليلى اتفضل. هو ده كلام الرجاله هريدي؟ تقول لي جاي بعد اسبوعين وما تجيش؟ وكيلك هو لسه بنتكلم انا وهمام اخوي واتفقنا نعدي عليك بكره ونشيل القصب. عجبك اللي عمل اخوك ده يا همام؟ خلاص ابو العلا تاخدناش على الحامك ده. الراجل قال لك هنفوتوا عليك بكره ونخلص المصلحه. لو الكلام ما لدتش عليك عاد عربونك اللي نفعته نرجعهولك. لا 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 خلاص خلي العربون، بس بكره همام تكون عندي. ماشي تعال كل معانا. لا
مفيش نفس اللي زاد. كنت عاوز اقول حاجه. قول. لو اي حد في النجع تعرضوا لكم ولا حاجه وانت بتنقلوا الحاجه. انا اتجنيت ولا ايه يا راجل؟ ومين اللي يقدر يتعرض لاولاد منصور عاد؟ روح يا راجل اطمن روح. ايوه بس يا همام يعني. بس يا ابو العلي مقاطيع هدول اللي مخوفينك. اقعد يا راجل كل وياني عاد. ربنا يطمن قلبك يا هريدي. يلا اقعد تعال يا ابو العلي. تذكر يا هريدي. استنيك يا همام. ها يا سطوح قلت ايه عاد؟ اقول ايه يعني؟ ها؟ ايه يا سطوح؟ السعر ده كمان ما ردتش عليك ولا ايه؟ دول هما سبع جرارية عمي يا اخي. هما يعني عشان سبع جرارية تقوم افرط في حقي؟ وحقك ده اللي هو كاه. يا اخي قول كلمة عدلة خلينا نعرف ونتكلم معاك. اه يا سطوحي كاننا بنحكوا في سبع فدادين يا اخي، دول سبع جرارية عمي. وانت واخد سعر ما خدوش حد في الناجح. مالك الصالح انت يا صبحي. انا هعرف اتفاهم معاه. حاضر يا معلم حنفي، اما نشوف هتتفاهم معاه ازاي. ها يا سطوح ما تتكلم معاه. انا علشان خاطر سيدنا والحديث اللي قاله هاخد فوق السعر اللي انت عرضه 2 جنيه. ليه يا سطوح؟ هو ده عدلها يا حنفي. انا لو بعته برا النجع هاخد فوق السعر اللي انت عرضه 5 جنيه وانا ما راضيش افاصل معاك عشان خاطر سيدنا ولده جمعه. وانت فكرك ان انت هتعرف تبيع قصبة برا النجع؟ بو ايوه اعرف ابيعه، ولو ما مصدقش انا اعرف كيف اخليك تصدق عاد. ماشي يا سطوحي، انا هدفع الاتنين جنيه دول من جيبي. مبسوط عاد؟ وتوقيع القصب والمشال كمان عليك. كمان؟ ايوه كمان يا صبحي. خلاص يا صبحي. ماشي يا سطوحي موافق. انت برضو خلي العيال. على بركة الله شيع فلاحينك وانا قاعد في الارض. ما عايزش حديث يا صبحي الله يرضى عنيك. ولا انت عايز وياني اخد المرة والعيال ويروح عند امها؟ يروح عند امها؟ كأنك راجل يا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب روح انت. في حاجة يا صبحي ولا ايه؟ أبو العلة. أبو العلة اتفق مع عمارة وسماعين ولاد منصور وبيبيع لهم القصب، وهمام وهريدي دلوق في أرضه وبيحمل القصب يودوه نجح نجاتي. هو الراجل السوي ده ما يهداش غير لما سيدنا يقطع فرضه. فز نروح لجمعة نشوف الحكاية دي. لو باع قصبه برا النجح هتخرب، كله هيبيعها وهتبقى نصيبة. قد ايه بنقولوا القصب؟ من نجمة يا أبوي. وزمنهم دلوك في الطريق الناجع نجاتي. ماشي. اسمع يا جمعة. تاخد رجالتك دلوك تطلع على أول طريق نجع نجاتي. وانتوا رايحين تعملوا عيطة. تلموا عليكم الخلق. أول ما تقابلوهم تدلوا حاجة أبو العيلة في نص الطريق وتولعوا فيها قدام أهل النجع. ماشي يا أبوي. بس ولاد المركوب دول لو نشوا في دماغهم وما رضيوش شيء. قول إيه يا واد؟ هنشفوا دماغهم على مين؟ على واد فضلون؟ عملوا كده تنحلوا وبرهم تدوهم علقة موت وترجعوهم بيوتهم على رجليهم. الله يفتح عنيك يا بوي. بالأذن عاد يا جمعة. أنا قلت علقة موت مش الموت ذات نفسية. طمن يا سيدنا. في حاجة ولا ايه؟ اللي جابك حضانة يا همار؟ لقمة العيش. قالك مش عيش عندنا. جرى لك ايه يا ولد فضلون؟
هو انت اللي هتوزع الارزاق ولا ربك؟ اقفل خشمك، القصه بديك فوتوه هنا مطرحه وتعوضوا بالمطرح حكيته. وما عاودناش. انت عاوز تعاود متهاني يا همام. مين عاد هيهني؟ انت وشويه المقاطيع دول. طب وريني كده يا جمعه اللي عندك واعمله. انزل لي يا واد منصور. خد رجالتك وارمح دلوك يا مجاويش ورا سيدك جمعه. فضل عركه بينه وبين اولاد منصور. ما عاوزش دم. امر جنابك. خلاص يا جمعه. فيك دي؟ انا اللي وصلها ولع فيكم هنا. هتفهمكم مطرحكم. لكن لا، انا حاسبكم عبره لاي جحش يخش نجع السيد من غير ما يستأذن السياده. عين العقل، عين العقل يا سيدي. وسع يا مياه. انت يا فكر انت ما تجيش من وراك غير المصايب. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. شكاوي وتعبي مش هيروح هذا ابدا. ولاد منصور اتبهدلوا على الاخر يا سيدنا. خدوا على راسهم ورجعوا على نجع نجاتي من غير ما ياخدوا بهيم وما يخلوا جيبيها حتى. يا سيدنا، سي جمعه مرمط بكرامه العيال دي الارض، وضل قرايب كبارات نجع نجاتي. مش كبيره يدخلوا نجع السيد ينقلوا منيه القصب من غير ما ياخدوا الاذن الاول؟ اذا كانوا هم كبارات نجع نجاتي يا حماد، انا كبير البر كله. محدش يقدر يقول غيرك ده يا سيدنا. بس برضك سي جمعه زودها شويتين. وبصراحه العيال دول ما لهمش ذنب في اللي حصل ده كله. ايوه، والكلب اللي اسمه ابو العيله ده هو اللي وقع بناتنا. خلاص يا عمده، انا هراضيهم، هرسل لهم حد بالحاجه بتاعتهم اللي فاتوها هنا، هرسل لهم مبلغ يعوضهم عن حاجتهم اللي تلفت. يبقى روح له بنا. لا يا عمده، وكان حد من عيالهم مات، هي يا دوبك علقه اللي خدوه. خلاص يبقى روح لهم انا. برضك لا يا سيدنا، ما هو اللي حصل معاهم مش هين برضك، والعائلين اللي حصلت معاهم العركه بهايم ما حيسكتوش. ياخدوا بالمركوب، هم اولاد منصور كلهم. ايه انتوا خايفين ولا ايه؟ طب بدك تشيع لهم مين يا سيدنا؟ ومش سطوحي ولد مسعده، مجوز ثلاثه من اخواته البنات في نجع نجاتي. ايوه يا سيدنا، عنده بنتين متجوزين من اولاد منصور. يبقى خلاص يا مجاويش. امرك يا سيدنا. شيع الاسطوحي يجيني بكره في المندره. امرك يا سيدنا. كيف تعملوا كده من غير ما تاخدوا مشوره الاول؟ هو ده اللي قدرت عليه يا عمي، ننضربه وتتاخد منينا الحاجه انا واخوي وتقول كده في الاخر؟ ايه في ايه؟ كان اللي سمعت صح. تعال شوف شرطك يا اسماعيل، ولاد اخوك راحوا نجع السيد عشان ينقلوا قصب المدعوق اللي اسمه ابو العيله. جمعه اتعرض لهم وقال لهم كيف تدخلوا ارضنا من غير اذن الاول. انا اللي قلت لهم يروحوا؟ وده يخلي ولاد فضلون يعملوا معاهم كده؟ ايه ايه، ولاد منصور خلاص بقيوا مرصشه. ولو جمعه ولا غيره حب يشتري حاجه من الفلاحين اللي في النجع عندنا، كنت هتسيبهم يا اسماعيل؟ كنت هتسيبوهم يا ولد اخوي؟ يعني ايه يا عمي؟ حقي انا واخوي هريدي ما هيعودش. خلاص ياد، احنا رجاله ونقدر ناخد حقنا الطاق طقيت. اتهبب اتهبب انت هو، ويلا على بيكم. ما تطلعوش مني الا لما اقول لكم، وقسما عظما اعمل فيكم زي جمعه ما عمل واكثر شوي. يلا ياد يلا، كل واحد على بيته اسمعوا كلام عمكم. يلا فتونا احنا هنتصرفوا. يلا ايه يا عمار؟ ايه يا اسماعيل؟ خلاص ولاد منصور خلاص، بتعمل معاهم كده واحنا نقعد كيف الحريم؟
مش لو الحج وياهم يا اسماعيل؟ حجيه وبطيخيه. انت كنت عايزها خراب من الاول، قول لي نعملوا ايه؟ نعملوا كيف ما بيعملوا الرجال يا اخوي. يبقى انا ماليش صالح باللي يحصل، واللي يعمل نفسه قنطره يتحمل دوس الناس. في حاجة يا ست؟ ها؟ لا أبدا، بس أصل العيال اليتامى دول بيصعبوا عليا قوي. طب يا ستي لو صعبانين عليكي قوي كده ما تطلعي لهم حاجة من عند الله. وده ينفع؟ وإيه المانع؟ طب بقولي الواد اللي هناك ده ينفع أجيب له شوية أكل وهدوم وخيارات وكده؟ أصل أمه كانت ست غلبانة، كنت أعرفها زمان. حسن؟ أيوة حسن. هاتي له اللي عايزه تجيبيه ووديه للمدير من غير ما اشوف الواد، يعني عشان اطمن ان الهدوم جت على قده. لما تجيبي الحاجه نبقى نخليكي تقعدي مع الولد. بجد؟ لو على كده انا هاجي من بكره. لا ما ينفعش بكره، لازم يوم الجمعه. بس هستنى للجمعه. دول يومين يا ست، انت ملهوفه كده ليه؟ ماشي هبقى اجي الجمعه. فوتك بعافيه. مالها الست دي يا حضرة المشرفة؟ بتيجي الملجأ كل يوم وبتفضل تبص للولاد من بعيد، بس أنا متهيألي إني شفتها قبل كده، صوتها مش غريب عليا، تكونش هي. هي مين يا حضرة المشرفة؟ الست اللي جت مع خالد حسن وهي بتسلمه للملجأ، دي برضو كانت هتموت على الواد وإحنا بناخده من خالته. هو مش ولد حسن ده اللي أمه متهمينها في جريمة قتل؟ مظبوط. السلام عليكم يا سيدني. وعليكم السلام ورحمة الله يا صدوح. ازيك وازاي امك؟ بتحب على يدك يا سيدني. دي غالية على قلبي قوي، دي ست بمئة راجل، ربنا كاشف عن بصيرتها. ربتك انت واخواتك بالشدة بعد ابوك الله يرحم. والفضل ليك برضك يا سيدني. الفضل لله عز وجل. ازيك يا سي جمعة؟ زين. أنا عاوزك في مشوار يا صبح. تؤمر يا سيدني. أنت عارف اللي عمله سيدك جمعة مع هريدي وهمام مش كده؟ عارف طبعا يا بوي، مش سطوحي مناسب ولاد منصور. أيوه عارف يا سيدني. عاوزك يا سطوحي تروح لهم وتقول لهم اللي عمله جمعة ده ما كانش يقصدهم. خد دول. لا فيهم لهمام وهريدي، وقول له عمارة واسماعيل اخوه يجوني بكرة عشان اخد بخاطرهم. تاخد بخاطرهم فيه يا بوي؟ يعني يبقوا هم غلطانين وانا احنا بخاطرهم؟ لما ابقى اتكلم يا جمعة تحط بلغة قديمة في خشمك وتسكت. حاضر يا بوي هسكت خالص. ها ايوه يا سيدنا، بس هو في حاجة ده يعني. حاجة ايه يا سطوح؟ الحاج عمارة والحاج اسماعيل من يوم ما اخوهم عبد الحليم ما خد العمودية من ولاد الشواتفي والتجارة كبرت وبقوا واعيين لحالهم زين، ويمكن يعني حد يربط معايا في الحديث ولا حاجة. يمكن ايه؟ لو اي حد فيهم ربط معاك في الحديث بالمركوب ولا في الكبير اللي فيهم وعياد؟ واعي واعي يا سيدنا. أول ما تعاود تاجيني هنا على طول. تؤمر يا سيدنا. سلام عليكم. عليكم السلام. أما جويش أؤمر يا سيدنا. شوف جمعة راح فين وهتهولي. أمري جنابك.
ولما انت مش عاوز تاكل بتخليني احضر الوكل ليه؟ حلاوتهم وحياه اللي جابك راسه فيها اللي مكفيه. هو ايه يعني اللي حصل ده كله؟ حصل اني فوت ابويا في قعدته ومشيت ولا زمجان من غير ما اخد لزني منيه. ودي فيها ايه دي؟ هيعلق لك المشنا جاياك. ما اخواتي بيعملوا كده مع ابوي وابوي بيسامحهم. ايوه عشان ده ابوكي مش فاضون الديناري. لم روحك يا جمعه، انت هتغلط في ابوي ولا ايه؟ واضربك بالجسم كمان لو ما غلطتيش. جمعه يا جمعه قاعد هناك. تعالي يا اولاد. تعالي اكلم ابوك. بقول لك يا اولاد ابويا ما رايكش صح؟ شكله متضايق. ايوه. طب بقول لك ايه؟ قولي ان انا احسن دلوق يمكن يروق كمان شوي ولا حاجه. جمعه اندلل ابوك دلوق لبعدين يطلع يطين عيشتك قدام مرتك. بس خلاص اكتمت كمان. شايلك دين جاتك الرباب. في ايه يا حلاوتهم؟ انت كنت بتتعرك انت وجمعه ولا ايه؟ ايوه اخوك بيغلط في ابوي وكمان في مد يده عليا. معلش معلش يا حلاوتهم، هو جمعه طيب بس دمه حامي هبابي. معلش يا حدي معلش. ودي راسك كمان اهو. وعلى روحك كبرت وبقيت راجل على ابوك يا جمعه. العفو يا ابوي انا ما اقصدش والله. امال كيف تسيب مجلس ابوك وتديني ظهرك قدام الناس وتمشي زي البغل كده؟ حقك علي يا ابوي. يعني خابر انك غلطان. خابر يا ابوي بس برضك يعني. لسه هتقول لي برضك وما برضيشي؟ عاوز تقول ايه يا واد؟ ما كانش ينفع يا ابوي. شويه عيال صغيرين ياجوا ويغلطوا فينا وتبعتنا نتعاركوا معاهم وفي الاخر نروح ناخده بخاطرهم وتصغرنا قدام الناس بدل ما نروح نكمل عليه ونجيبوا حقنا. ما انت اصلك بهيم يا واد. وانا يعني بعت لهم رئيس الديوان. انا بعت لهم الواد سطوحي ومعاه عوضهم. ان قبلوه يبقوا ناقصين وما ما قبلوهوش يبقى عداني العيب. واي حد فيهم يتكلم معاي ملهوش عندي غير المركوب. انا بعتك تتعرك معاهم عشان اودي لهم رساله. وهذه الرسالة وصلت. عقلها يا واد. العصاية مش كل حاجة. العصاية من غير دي ولا تسوى. ولما دي تبقى شغالة صح تعرف كيف تضرب وفين تضرب وميتة تضرب. واي دلوقتي يا ابو زيد الهلالي. واي واي يا ابوي. طب الحمد لله. قول لسيدك الحج عمارة والحج اسماعيل ما بيقبلوش عوض. ايوه وان كان على اللي عمله ولده في ولاد اخونا فاحنا مسامحين فيه. دول خاطوا تعركوا. وقول له كمان احنا محجوجين له عشان كان لازم نبلغه الاول قبل هريدي وهمام ما يروحوا الناجح ده. عموما سيدنا كان عاوز جنابك تروح له انت والحاج سماعين عشان يطيب خاطركم ويعمل معاكم الواجب. قول له واجب وصل لما بعتك يا سطوحي. اذا كان يعني عايز يجي اهلا وسهلا نورنا في اي وقت. ابلغه اتوكل انا على الله علشان الحق اروح قبل العيد. اقعد اقعد يا راجل خد واجبك الاول. واجبك وصل يا حاج عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها يقولك عاد راجل سو بعدنا سطوح العفش طيب خطرنا. سطوحي ولا غيره وما تفرقش كتير. هو كده عمل الواجب وزيادة وملناش عين نعمله معاه حاجة عاد. شغلة بالسة. ما تقول ليش أنا الكلام ده؟ قولوا لأولاد أخوك اللي تبهدلوا وتهانوا وتمسحت بكرامتهم الأرض. أولاد أخوك عايزين قطع رقبيهم ولولا أنهم غلطانين كنت عرفت أتصرف كيف مع ود الديناري. معلش معلش يا فضلون
اللي يغلب الله يرتيله مردودالك. ما رضيوش ياخدوا الجرشينات يا سيدنا، والحاج اسماعيل بيبلغ جنابك انه مشغول على اخره، ولو جنابك عاوز تنورهم في اي وقت، وبيقولوا لجنابك ما حصلش حاجه، اخواته اتعركوا مع بعضيهم وهما ما زعلانينش. وبعد اذن جنابك يعني دي الامانه اللي ما رضيوش ياخدوها. القرشينات دول حلال عليك يا سطوح، عوضا ليك على قعدتك مع اولاد المركوب دول، يبقوا ينفعوك لما تنوي على الجواز ان شاء الله. مش لما نبقوا ننوي يا سيدني. مستني ايه يا؟ ده انت كبرت ها، هديك جوزت اخواتك البنات، امك مسعدة حتموت عشان تجيب لها عروس تهون عليها وحدتها. كله بامره يا سيدني. ونعم بالله. بالاذن لعاد. ما خدتش القرشينات؟ بس دول كتير قوي يا سيدنا. ما يكتروش عليك يا سطوحي. ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سطوحي. عايزك تشد على الغفر يا فرغلي، ليل نهار يدوروا في النجع ويبقوا مصحصحين لاي حاجه تحصل. أوامرك يا عمد. وانعكشت أي واحد فيهم مش شغال صح، هطين عيشته وهطين عيشتك أنت كمان. ما تقلقش يا عمد. طيب يلا روح نفذ اللي قلت لك عليه يلا. حاضر يا عمد. ترى إيه يا عمد؟ الحرب قامت ولا إيه؟ قامت يا حماد. ما دريتش باللي عمله جمعة وسيدنا مع أولاد منصور؟ لا داري. بس سيدنا اللي عقله يتوزن بالذهب هدى الامور بينه وبين ولاد منصور وركبهم الغلط. ايوه بس الواحد لازم يبقى حريص. انت عارف المشاكل القديمه اللي بين سيدنا وبين ولاد منصور وممكن تولع في رمشه عين. معلش بعد اذن حضراتكم، يعني هو سيدنا كان عنده مشاكل قبل كده مع الناس دي؟ مشاكل يا فندي، ده مشاكل كتير قوي، ويا ما سيدنا سكهم فوق دماغاتهم، والمشاكل بينهم ما هديتش إلا لما أولاد منصور خشعوه وعرفوا إن الله حق. ما تطمنش قوي يا حماد، الدنيا قلابة، ما تدراش النهاردة بكرة الدنيا مخبية إيه. جرى إيه يا عليان؟ جرى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يطول لنا في عمر سيدنا وما يزلوش الحد أبدا، ده احنا عايشين على حسه. امين يا رب. العشاءات. طيب بعد اذنكم استاذن. لا يمين بالله لا يكون ولا يحصل، انت هتتعشى معاي انا وعمك حماد. جرى ايه يا فندي؟ انت بخيل ولا ايه؟ اقعد اتعشى معانا. لا مش القصد، اصل يعني حضرتك. لا قصد ولا فصل، انا قلت هتتعشى معاي يعني هتتعشى معاي. حاضر حضرتك العمر، ربنا يزيد ويبارك. ربنا يزيد. الجواب ده جالك حالا يا فندي. خير ان شاء الله. خير يا فندي. خير ان شاء الله، ما تقلقش يا ولدي. اسمع وشوف العجب، وكان يا مكان وكان يا مكان نفس الحكايه اللي قالوا عليها زمان I'm not afraid to die.
زمان.